رحم الله امرأ انتصح ونصح. جاء عن الوسط العدد 95 العدد 95 والتسمية بعد 3000 الخميس أمس تحت عنوان البحرين تتابع التطورات في مصر، أن مملكة البحرين أكدت أن حق التعبير عن الرأي بشتى الوسائل السلمية بما في ذلك التجمعات والاعتصامات هو حق مكفول للجميع ما تم الالتزام بالقانون والنظام ولم يعطل مصالح المواطنين أو يعرض حياتهم للخطر. وما أجمل النصيحة ممن انتصح بها أولا. والناس هنا يطالبون الحكومة أن تأخذ على نفسها الالتزام بما نصحت به الحكومة في مصر، وأن تعترف لشعبها بما اعترفت به للشعب المصري الكريم من حق، فهل تفعل؟